يعني النهارده عايز اقول لحضرتك في بدات المحطات دلوقتي تروح تشوف ال ار تي القطار الكهربائي الخفيف وهو شغال، يروحوا يشوفوا المونريل وهو شغال، يروحوا يشوفوا القطار السريع اللي بدا يشتغل على الارض فعلا، وهيشوفونا بكره برضه بنزور وبنشوف الشركات وبنشوف مواقع اخرى بكره ان شاء الله. انا بطلب من الساده الاعلاميين والقنوات والمحطات التلفزيونيه ان هم يشوفوا الشغل اللي بيتم، سواء بقى اللي بتعمله وزاره النقل، سواء اللي بتعمله الهيئه الهندسيه، سواء اللي بتعمله وزاره الاسكان، سواء اللي بتعمله وزاره البترول، كل الشغل ده لازم يبان للناس، لان الشغل ده مش ظاهر للناس. ومن حق اهالينا، انا شخصيا ما بتضايقش من النقد لما حد يقول لي ده انتم مش شغالين، ما انا ما بتضايقش، ممكن يكون مش واخد باله او ممكن يكون ما شافش المشروع، يبقى احنا اللي مقصرين مش هو. يعني بنقول والله احنا شغالين في المشروع الفلاني، في النقل البحري في كل القطاعات، في النقل النهري في كل القطاعات، في المواني البريه في كل القطاعات، في الطرق والكباري في كل الدنيا. النهارده احنا في وقت واحد، في وقت واحد كنا بنشتغل فيه 14 محور على نهر النيل، مخلصين اربعه بنسبه 100% وجاهزين للافتتاح، شغالين في سبعه دلوقتي بنكمل فيهم، وفي ثلاثه خلاص على وشك ان هم يعني نسب تنفيذهم عاليه ان هم يخلصوا. فطبعا في قنوات راحت وصورت ونزل على التلفزيون، سواء محور صملوط الجميل، محور قوس نقاده، محور عدل منصور، كل المحاور دي، محور كلبشه، محور كلبشه ده كوبري في اسوان كان بيتنفذ من 2009، الحمد لله خلص السنه دي واتفتح للجمهور، حاجه تحفه معماريه جميله، كل الناس بتروح تشوف طبعا، ولكن دي بتاع دول اللي في المحافظه، ولكن الناس الباقيين ممكن يكونوا مش واخدين بالهم او مش شافوش طبعا. صحيح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا وربنا يقدرنا نفضل نخدم اهالينا وشعبنا وشعبنا الطيب جدا، ودايما احنا تحت امر مصر وتحت امر المصريين وفي خدمه مصر وبتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، اللي انا دايما بقول ان احنا لنا الفخر ولنا الشرف ان احنا بنشتغل مع رئيس بيتابع لحظه بلحظه، بيوفر لنا كل الامكانيات، بيحل لنا كل المشاكل. يعني ما اعتقدش احنا محتاجين اي حاجه ثانيه عشان ننجح ونبدع، وان شاء الله باذن الله ننفذ مشروعات تبسط المصريين وتخلي ان شاء الله باذن الله مصر في مصاف الدول المتقدمه في كل النواحي ان شاء الله باذن الله.